السر في القرآن الكريم؟ السر في القرآن الكريم؟ هو القرآن الكريم كله أسرار بجد، بس مش عارف يعني انت قصدك ايه؟ مثلا بمعنى مين اللي نزل بالقرآن الكريم من السماء؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل بقى هو أفضل الملائكة، صح؟ القرآن الكريم نزل على مين؟ سيدنا محمد، أصبح أفضل الرسل المرسلين. أنا فهمتك، أيوة صح، كملي. ماشي، نزل في شهر إيه؟ شهر رمضان، فأصبح من أفضل الشهور في السنة. صحيح، بالظبط. طيب، كمان نزل في ليلة إيه؟ ليلة القدر، فأصبحت أعظم ليلة في شهر رمضان. سبحانك يا رب، لا بجد والله. القرآن الكريم عظيم جداً، وأي حد القرآن الكريم عظيم جداً، وأي حد بيحفظه أو بيقرأه، فأنت بصراحة يعني في شأن ربنا، وربنا معاك بجد بجد والله العظيم. انا بجد يعني انا عارف القصص دي كلها، بس اول مره الاقي حد برضو بيسال السؤال الغريب ده، ما هو سر القران الكريم؟ اللي هو فعلا الحاجات لما اتجمعت مع بعض حسيت بفرح كبير قوي. فعلا هو نزل سيدنا جبريل، فسيدنا جبريل احسن الملائكه، ونزل على سيدنا محمد، سيدنا محمد اعظم الرسل، ونزل على نزل في شهر رمضان، شهر رمضان هو اعظم الشهور عند ربنا، ونزل في ليله القدر، وليله القدر هي اعظم الليالي عند الله تبارك وتعالى. ما شاء الله عليك يا ملك، ملك انت مالكيش حل يا ملك، انت حقك الناس كلها تحبك يا ملك بجد والله. انا على فكره حد جنبي كان بيتكلم في التليفون من الناس اللي شغاله معايا، فبيقول ملك، فالناس فكرتك انت، يعني ما شاء الله، دي من ضمن المواقف اللي خلتني نفسي اشوفك انت. انا لو انت مش واخده بالك ان انت اغتليتي قلوب الناس في الفتره الاخيره، ومن ضمن المواهب اللي فعلا اثرت في الناس وسايبه بصمه جامده جدا، اوعي تسيبي نفسك للزمن، واوعي تسيبيها انت. سالوني مين قدوتك؟ الله اكبر. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سالوني فين وجهتك؟ قلت لبيت الله. سالوني ايه زادك؟ قلت كتاب الله. سالوني ايه رغبتك؟ قلت الرضا من الله. سألوني إيه شكوتك؟ قلت أنا حسبي الله. سألوني ليه دمعتك؟ قلت اشتياق للنور. سألوني فين رحلتك؟ ولقوني حاجز دور. سألوني إيه دعوتك؟ قلت يا رب الخير. رزقت دودة في حجر، ورزقت كل الطير. ترزقنا إحنا البشر، وتعيش يا ناس غاليين بحق طه المصطفى، بحق طه المصطفى سيدي رسول الله. لو بينا رحمة يا بشر هتبقى أحلى حياة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك يا جماعة، يعني ملك ترند الترندات من غير ما نقول، ملك هي معجزة من غير ما نقول. احنا تقريبا جايين متأخر، انا جيت متأخر يا ملك. يا رب، انا كنت اتمنى انا اول حد اشوفك من سنتين ثلاثة.